فأنت تمعنوا بالعمارات والصلوات حلوة. يقول اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا. قول آمين. هذه يعني توسلات وابتهالات إلى الله جل في علاه. وفرج الوالد شرحها بدرسه، وفرج بها كروبنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا. آمين. الناس ستحات المال، وصح بها أحوالنا وبلغ بها أمالنا، وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا، وطهر بها ألسنتنا وانس بها وحشتنا، ونحم بها غربتنا، وارجع لها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، فوقنا من تحتنا، وفي حياتنا موتنا، وفي حي قبورنا وحشرنا ونشرنا، ظل يوم القيامة على رؤوسنا. ثقل بها موازين حسناتنا، ودم بها دم بركاتها علينا، حتى نلقى نبينا وسيدنا شفيعنا طبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل صحب السلام. ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون. قولوا آمين. ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتأوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما شاء الله حسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره، فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته. آمين. ثبت قلوبنا على محبته، واستعملنا على سنته، وتوفنا على ملته، وحشرنا في زمرته الناجيه وحزب المفلحين، وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا حبتي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يوم لا جد ولا مال ولا بنين. شو الوالد مسوي بالاصفر؟ واوردنا حوضه الاصفى، واسقنا بكاسه الاوفى، ويسر لنا اقامته بحرمك وحرمي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الى ان نتوفى. اللهم انا نستشفع به اليك اذ هو اوجه الشفعاء اليك، ونقسم به عليك اذ هو اعظم من اقسم بحقه عليك، ونتوسل به اليك اذ هو اقرب الوسائل اليك. نشكو اليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول اعمالنا وفساد اعمالنا وتكاسلنا عن الخير الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتكى إليه أنت يا رب، كان نستنصر على أعدائنا. والوالد والصالحين حسين تقول أحسن واحد، تقول ألف صديق ولا عدو دائم. السوريين يقولون ما في محبة إلا ما في محبة إلا بعد عداوة. أنفسنا الوالد كان كله يقول اللي مختلف، قول اللهم اجعلهم محب لنا. يقول لأن الصوفية لا هي وكالة تجارية ولا حزب سياسي، وعلى فضلك أنا توقف.